بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 39 بعد 100. الحمد لله على عظيم فضله وجزيل عطائه، الصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى به. وبعد، فقد بين الشيخ رحمه الله ما بين الرضا بقضاء الله وبين حمده من علاقة، فقال: والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا. ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهما في 4 مواضع من كتابه. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. ولهذا أجيب من أورد هذا على ما يقضى على المؤمن من المعاصي بجوابين: أحدهما أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، كما في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من سرى، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من ضرى. وكقوله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي بالسراء والضراء، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار، ويراد بها الطاعات والمعاصي. والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله، قد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها،
ويعمل السيئة وتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالخواتيم، والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر فيغفر له، أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا، أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفع الله به، أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه، أو يبتليه الله في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر به عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين. فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه. فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبارا شكورا، أو كان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء، وهذا أكمل من الضراء والصبر، فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ثم إن كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث: المصاب من حرم الثواب، في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول: يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط، مع أنه لا فائدة فيه، فقد يكون فيه مضرة، لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن بما يكرهه الله. لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.